ودلوقتي هي وقت الركنة في الجراج. عربية مصرية 100%، ده الحلم اللي بنسمع عنه من الخمسينات ولحد دلوقتي مش قادرين نحققه، لدرجة إن في ناس بتستغل الحلم ده عند المصريين وبتعلن عن عربيات إنتاج مصري بسعر رخيص، وللأسف الناس بتتجاوب معاها علشان نفسها إن الحلم ده يبقى حقيقة. بس الواقع بيقول إننا علشان نقدر ننتج عربية مصرية لازم يكون في خطوات محددة، مش بس من شركات العربيات وشركات المكونات أو الصناعات المغذية للسيارات، لا كمان لازم الأساس يكون عند الدولة نفسها. وعلشان نتأكد من ده شوفوا تجربة الدول اللي حوالينا واللي بعضها ابتدى بعدنا في صناعة السيارات، لكن تطوروا بسرعة وقدروا ينتجوا عربيات باسم بلدهم. لو الحكومة عايزة يكون في صناعات سيارات حقيقية لازم تحط خطة وتوفر دعم للصناعات والمكونات وتشجع الاختراع والابتكار في المجال ده، علشان تكلفته هتكون كبيرة جداً وبيحتاج أبحاث وتطوير مش هتقدر شركة أو مجموعة شركات إنها توفرها لوحدها. يا إما كده يا إما نلغي الجمارك على العربيات المستوردة، لأن الهدف الرئيسي هو حماية المنتج المحلي وإحنا ما عندناش منتج محلي. علشان كده حلم تصنيع عربية مصرية 100% كان لازم يكون معانا النهاردة. ركنا غلط لحد ما نبقى على الطريق الصح.